أهلا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية الحياة الآن التي نستعرض فيها آخر المستجدات. بدايتنا بالعناوين. القوات الجوية تشن ضربات ضد معاقل الإرهاب بسيناء، وتصفية 45 تكفيريا وتدمير 18 نفقا في رفح. الرئيس السيسي يعقد اجتماعا بمجلس المحافظين الجديد بعد أداء اليمين الدستورية ويطالبهم بحل مشكلات المواطنين. هدوء بالجامعات المصرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وجامعة الأزهر تشكل لجنة لتلقي شكاوى الطلاب.